رياضي هنسمعه كده. اتفضل معانا يا كابتن. اهلا اهلا يا كابتن. يا خال انت ما ضبطش الاهلي يا خال. لا 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 احنا بس احنا واخدينه اعاره الموسم ده عشان دي مباراه وطنيه. ما ضبط من ورانا يا خال ومات كام سنه. طيب كابتن ابو رجيله دي مباراه وطنيه بنستعين فيها بكل قامات الرياضيه والوطنيه لاقرار الروح الرياضيه والاستعانه بقامه اعلاميه كبيره، فمش ما لقيناش اكبر ولا اهم ولا اعظم من الاستاذ فهد باللقاء مع محمود. يعني حقيقه انا عايز اقول لحضرتك ما اعرفش في صدى في الكلام ولا ايه، مش عارف الشباب يظبطوا الصدى ده بس. سامعين حضرتك كويس. عايز اقول لحضرتك انا بقالي فتره جاي لي هوس ان انا اعمل اعتزال بالناحيه الرياضيه خالص من كتر اللي بسمعه، لان اللي داير في الرياضه المصريه زاد عن حده جدا 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 من كل الاطراف. وبعدين لازم كل واحد فينا لازم يعرف ان مصر دي ليها عليها يعني دين كبير جدا جدا جدا. لو احنا شفنا بدايتنا من الاول ودلوقتي احنا فين، فنلاقي مصر يعني ادتنا اكتر من امنا وابونا. تمام تمام. فانا معاك بإن لازم نحط إيدينا في إيد بعض كلنا. على رأي بتوع الكورة يقول لك نهدي اللعب شوية. صحيح. لأن إحنا كلنا محتاجين بعض، عمر الواحد ما كان عايش لوحده فقط لا غير. صحيح. أنت كفاية حضرتك يا كابتن محمود اللي بتعمله في يعني طبعًا مع اللواء عبد المنعم الحاج وكل الأفاضل اللي مع حضرتك في جمعية قدامى اللاعبين، دي قيمة إنسانية رياضية كبيرة يمكن ما بتعلنوش عنها، لكن مع حضرتك مع حفظ الألقاب طبعًا جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، فتحي مبروك، عبد العزيز عبد الشافي. أيوة. طبعًا ما أنا قلت طبعًا ست معانا نخبة كبيرة جدًا جدًا، كل واحد ليه بصمة في الجمعية. بيتفانى. 180 أسرة. يوم 30 أو 1 في الشهر كل حاجة واصلة لهم، وفي العيد بتوصل لهم، وفي رمضان بتوصل لهم حاجاتهم، وفي العيد الكبير بتوصل لهم حاجاتهم. والحمد لله كمان بنعمل كل نهاية سنة بناخد حوالي 20 واحد نكرمه، سواء نكرمه تكريم. صحيح. أدبي وتكريم مادي حسب المستوى اللي احنا عايشين فيه. أنا بكلمك دلوقتي أقسم بالله العلي العظيم أنا عايش بدعاء الناس ديت. الحمد لله الحمد لله. كلنا عايشين بدعاء الناس ديت لأنهم على طول على طول على طول. وبعدين لا ننسى برضه إن المجلس الاتحاد المصري لكرة القدم في القديم عمل معاشات لمجموعة مدربين بره الجمعية يعني. كويس جدا. العمل الرياضي والعمل الاجتماعي ده مهم جدا جدا، لأن ربنا ادانا من وسع. يعني الواحد كان زمان بيتشعبط في الترمايه ولا في الاوتوبيس، دلوقتي راكب احسن عربيه وساكن في احسن بيت. كل ده منين؟ من كرة القدم. كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ومن فضل الكرة علينا، ومن فضل نادينا علينا، ومن فضل الناس اللي اسستنا. ولا يمكن في يوم من الايام ان الواحد ينسى وهو صغير ولابس جلابيه ولا بيجامه وشبشب، ودلوقتي الدنيا بالنسبه له ايه؟ طيب. الحمد لله احنا عايشين في عيشه كويسه. ربنا يوفقكم. اتمنى 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 من ربنا سبحانه وتعالى ان كل الناس تحط ايديها في ايد بعض عشان نبطل كل اللي بيحصل في المجال الرياضي. تمام يا كابتن. احنا طبعا عارفين. شكرا يا كابتن محمود. شكرا يا حبيبي. بابا يا كولت. اهلا اهلا. لازم لازم طبعا الكابتن محمود يقول طبعا بعض الدعابات والحاجات الظريفه وروحه الجميله اللي بنشكره عليها دايما دايما، وبالتوفيق لحضرتك ولجمعيه قدام اللاعبين، وطبعا زمايلنا محمد صلاح دندش وطارق رضوان وكل مستعد في اي وقت من الاوقات نعمل اجتماعات، نقعد نساعد، نتكلم، نروح نسافر عشان خاطر الناس كلها تبقى ايد واحده. ما فيش مانع، لان احنا معانا عندنا رموز كبيره كده في كره القدم. صحيح. يقدروا يساعدونا في كل الحاجه، وناس بتعطي بدون اي يعني حرص على ان اسمائها تظهر او اي حاجه. عندك اسماء لو قعدت اقول لك عليها لان اسماء كبيره جدا في كره القدم، يتمنوا في يوم من الايام ان احنا نعمل قعده عشان خاطر نهدي الامور.
احنا بنشكر حضرتك جدا جدا يا كابتن محمود. الله يخليك، ربنا يكرمك، وان شاء الله باذن الله نلتقي وتمضي معانا برضو في قناه الاهلي لحلقه ان شاء الله باذن الله نستمتع فيها بوجود حضرتك في الاهلي وحاور ان شاء الله. ان شاء الله نطلع فاصل قصير ان شاء الله باذن الله، ونعود مره اخرى باذن الله تعالى مع حوار